الجروب ده خطير ولو اتجمعوا في مكان واحد ممكن يحصل كوارث. هتقولوا لي يعني ممكن يعملوا ايه؟ ما تيجوا نشوف. صورتكو. انا بحب القناه وكل يوم دي لايك واشتراك. واحنا بنحبك يا عبد الله. يعني القناه حلوه. انت احلى. حذيفه مش هتقول حاجه للقناه يا حذيفه؟ بس كده يا حذيفه. طب القناه حلوه ولا وحشه؟ حلوه. طيب الحمد لله ده كفايه يعني. اهلين. شنو اسمك؟ هيا محمد. اه جدي محمد. انت بتشوف القناه؟ ايه. طب بتطلع في القناه؟ ايه. باه بيه. وانا حجري ولا رجب؟ تعالي تعالي شوف فين رجب. فين رجب؟ فين رجب؟ فين رجب؟ رجب رجب رجب. قولي اللي انت قلته تاني. شوف. ايوه. ايه رايكو؟ مين اللي جعان؟ هيكون في الاكل يا جماعه. حلو. ياس. شكرا. بالهنا بالهنا عليكم. لو عندي مسابقه ليكم، اللي يبي يلعب يجيني هنا بسرعه. هو عبد الله وحذيفه ورجب ومحمد جابوا الحلويات الحلوه دي كلها. حلو. بس احنا بقى هنصعب التحدي عشان اللي يبي ياخد واحده لازم يجاوب على شويه اسئله. حلو. نبدا بعبد الله. باهم عبد الله، ايه اكتر حاجه بتحبها من الحلويات اللي انت جايبها دي؟ كندر بوينو. طب كندر بوينو. تمام. لازم تستديني واحد من اخوانك نخليه معايا يعيش معايا مقابل انك تاخد واحده كندر بوينو. تديني مين؟ مين اكتر واحد بيزهقك في البيت؟ كلهم. انت كريم قوي يا عبد الله. انا عايزه واحد بس. كلهم. خلاص خد واحده كندر بوينو وهتروح بروحك اليوم. هو احنا صعبنا التحدي. اوكي. وهتبقى اللعبه احلى ان عندنا هنا الحاجات اهي، حاجات كتير، وعندكم كره صغيره صح؟ فين الكوره؟ مين معاه الكره الصغيره؟ وانتوا عارفين قوانين اللعبه، هتحذفوا واحد ورا التاني، واللي الكره بتاعته هتقف عند حاجه معينه هياخد منها. نبدا بمين؟ نبدا باصغر واحد. محمد. هيا محمد. بالراحة يا ميرال. شوي. مش بروحك انتي هتوزعيها في الأخير. لا لا ياخد شبس. لا انا مش مجد شكي. لا جد جد. نح نح جد نح. ركز يا عبد الله. وفجأة وأخيرا خلصنا. بص بقى انت تقول لي حاجة بالليبي صعبة عليا ما اعرفش اقولها، وفي المقابل اقول لك حاجة بالمصري وتبقى صعبة عليك ونشوف تعرف تقولها ولا لا. اتفقنا؟ تبدا انت. لا. ابدا قول لي حاجة كده وانا هحاول اقولها. ده ليبي ده؟ ها؟ ده مصري. ليبي. لا ليبي. ده ليبي؟ لا. حافظاها. طب اقولها انا ليبي اهو. ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. ده حلو ده سهل.
اقول لك انا ما خلاص بقى، هو عمل لي تحدي الليبي. انت كده انا كسبت في التحدي ده، قلت انا ليبي. طب دلوقتي انا اقول لك حاجه بالمصري تقولها ماشي. قول قميص نفيسه نشف. لا لسه ما نشفش. قميص نفيسه نشف. لا لسه ما نشفش. قولها بسرعه بقى 10 مرات. قميص نسيفه نقط. قميص نفيسه نشف. نفيسه مين؟ قميص نسيفه نفيسه. ايوه انا نفسي نسيت اسمها. طب انا عايز اسالكوا سؤال. انا اصلا انا مش مقتنعه باللي بيحصل. يعني انت قول لي الطابيه بتمشي ازاي؟ الطابيه تعرفش الطابيه؟ طب ممكن المسميات مختلفه. ميراول الحصان بيمشي ازاي؟ انا كنت مقلقه برضه، انا كنت حاسه ان في حاجه غلط. طب مين اللي كسبان لحد دلوقتي؟ ده على اي اساس بقى هو اكل الحاجات دي؟ انت على اي اساس اكلت الحاجات دي كلها؟ بيخم في اللعب. برافو برافو، كملوا كملوا ولا كاني قلت حاجه. برافو انا فرحانه بيكم. ها انت بتعمل ايه؟ مش معبرني. مين اللي كسبان يا جماعه؟ واحد صفر لينا. اللي هو انا ورجل. انت ورجل فريق؟ اه ضد عبد الله. اتس ان فير على فكره. اتس ان فير. هو انا قلت له انا وعبد الله بنضربه ولا وعن السبب. انا شجع عبد الله، ان شاء الله عبد الله هو اللي هيكسب. انا معاك يا عبد الله. انا معاك. اسالكوا سؤال واللي مش هيعرف يجاوب هيتضرب بالكوره. اوكي مستعدين؟ طيب عايزه بنت بحرف الباء. بطه. لا بوتين. ها احمد بوتين. لا تضرب ما جاتش فيك. نضرب تاني اهو. السؤال اللي بعده. شكرا. عبد الله هيسال احمد سؤال والعكس. انت اسال. انا جبنات بحرف الدال. ولاد. الله ده ايه ده؟ في حد بيغششه ولا ايه؟ انت اسال. فاكهه بحرف الياء. شو ما فيش؟ ينسوع. ايه؟ ينسوع. ينسوع. فاكهه؟ ينسون. انت تقصد ينسون؟ ينسون. طب دلوقتي بقى السؤال اللي بعده. احمد عايز جماد بحرف الضاد. ضاد ضفدع. لا لا جماد ضلع. ضو ضلع. ضو مع ان المفروض من اول مره يتضرب صح؟ طيب دلوقتي السؤال لعبد الله. عايز جماد بحرف الخاء. جماد حرف الخاء. خريطة. ايه ده؟ احمد عايزة نبات بحرف الطاء. طالعة كبيرة. طالعة كبيرة. طالعة كبيرة. نبات طالعة كبيرة. عبد الله نبات بحرف الطاء. طالعة صغيرة. هيا. ها قلت ايه؟ نقفش. يلا. عادي ليه حبيبي؟ ما ينفعش تحط ايدك عشان ايدك دي متسهل. لا اللي بعده. احمد عايزنا حيوان بحرف الضاد. ضفدع. حلو صح. عايزه حيوان بحرف اللام. نعرف. لا لا حيوان. عادي مليحه مليحه مليحه. ممنوع الايد ممنوع الايد. يلا حذيفه عايزه ولد بحرف الحاء. حذيفه. ايه السؤال لعبد الله. نبي جماد بحرف الطاء. طاء. ده جماد ده جماد ده جماد. يضرب مرتين. يضرب مرتين عشان اعمل بايدي. هات يضرب مرتين. ضربين مرتين عشان اعمل بايدي. لا اقعد بس. ماشي. دلوقتي احمد عايزين جماد بحرف الميم. مبات. مبات مبات ايه؟ مبات دي مراها حاجه. ما جاتش فيك هتتضرب تاني. احتفالي. اقعد. نحايه. عادي انت ايه اللي عملته ده؟ خليها ليه؟ ودي كانت نهايه الفيديو ونهايه يوم جميل مع صحاب احمد وميران، ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.